السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر منتج. ان شاء الله بحلقه النهارده هنتكلم فيها عن استراتيجيه ممتازه جدا لكل الناس الشباب اللي بيحبوا الكوره واللي حتى لو ما بيحبش الكوره، يعني فاكيد الاستراتيجيه دي ليك عامه، للشباب، للناس اللي متابعه او حتى اللي مش متابع، للناس اللي بتعمل اي حاجه او اللي بيتعملش اي حاجه. بصوا على الاستراتيجيه دي لمعظم الناس او لكل الناس. هو في ايه بجد؟ بصوا الاستراتيجيه دي حلوه، تمام؟ فركز معايا عشان ان شاء الله هقولها كده في السريع وبعد كده اروح للبي سي ونعملها مع بعض. تمام. بصوا يا جماعه، الاستراتيجيه دي عباره عن ان انت كل اللي انت بتعمله هو انك بتعمل بوست على فيسبوك. هتقول لي نرجع للبوستات تانية يا مصطفى، انت لسه عامل كده في الاستراتيجيه اللي فاتت. لا ايه ده؟ بكل بساطه المره دي الاستراتيجيه اللي فاتت كان فيها خطا بسيط. الخطا البسيط ده ما كانش في اي حاجه، كان في مضمون الاستراتيجيه نفسها. الاستراتيجيه دي يا جماعه لما دخلنا على جروبات طبخ اصلا اللي فيها الناس دي عباره عن ما بيقبلوش غير اما ناس كبار، شيفات، يعني ناس كبيره فاهمه، مش هيقبلوا شباب، عمرهم ما يقبلوا شباب عامه، مش هيقبلوا يعني عيل شاب كده داخل وخلاص، ما مش هيقبلوا الحاجات دي. فحتى لو عملت فيك اكاونت برضه تقريبا مش هيقبلوك. فركز قوي في الحته دي وانك تختار الجروبات الصح. فبالتالي لما هنيجي النهارده على الاستراتيجيه دي هنختار صح، ولكن هيبقى الاختيار اصلا مش صعب، الاختيار هيبقى سهل، لان النهارده احنا بنستهدف كره القدم اللي الناس كلها بتتابع الكوره، الناس كلها بتحب الكوره، معظم الناس عامه يعني. فناس كتير قوي بتحب انها تشوف مين اللي هيكسب النهارده. طيب الفرقه دي توقعاتك مثلا الاهلي والاسماعيلي هيعملوا ايه؟ الاهلي هيكسب، الاسماعيلي هيكسب، مانشستر ومش عارف مين. طب توقعاتك الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، اي دوري، تمام؟ الحاجات دي كلها موجوده عندك، الحاجات دي كلها الناس بتحبها، الناس بتحب تتوقع اللاعب كذا هيجيب جون، اللاعب كذا هيعمل كذا، اللاعب كذا هيعمل ماتش حلو، زي الفانتازي كده. الناس كلها عارفه الفانتازي والناس كلها تتوقع في الفانتازي، انا عندي فانتازي. المهم يعني بغض النظر عن كل ده، ف يلا نخش في التفاصيل، يلا نخش في الاستراتيجيه وافهمك كل حاجه جوه الفيديو ده حاليا، يعني مش جوه البي سي او لا، يعني لسه هكمل لك الاستراتيجيه الاول. تمام، الاستراتيجيه دي عباره عن انك هتعمل بوست على فيسبوك في جروب من جروبات الكوره المشهوره جدا، الجروبات اللي هتقبلك عامه. مفيش جروب فيهم مش هيقبلك، مفيش جروب مش هيقبلك، لان انت شاب بتاع كوره عادي جدا. ايه الجروب اللي مش هيقبلك؟ يعني مفيش جروب مش هيقبلك. كل اللي هتعمله انك هتنشر بوست حلو جميل فيه رابط مختصر، والرابط ده هيبقى من موقع مختصر، والموقع ده هيبقى بيتقبل على الفيسبوك، لان غلطنا قبل كده غلطه ولينك 717 ما كانش بيتقبل على الفيسبوك، ولكن حاليا الموقع بتاع النهارده بيتقبل على الفيسبوك. تقدر تنشر على الفيسبوك، تعمل اللي انت عايزه على الفيسبوك، والفيسبوك مش هيرفض البوست بتاعك. جميل. تمام، هتيجي تنشر الرابط ده. طب ايه الرابط اللي هنختصره؟ احنا هنختصر ايه؟ هنكسب ازاي؟ تمام، هتختصر رابط موقع بيتوقع النتيجه، واللي بيكسب في التوقع بياخد نقط، واللي بيجمع النقط دي في الاخر بيكسب بلايستيشن 4 او بياخد ثمن البلايستيشن 4. بغض النظر انت مالكش دعوه بالموقع، مالكش دعوه بالجائزه، مالكش دعوه باي حاجه، انت مالك انت بالحوار ده؟ ما تتدخلش في الحوار ده خالص. انت كل اللي انت هتعمله انك هتاخد رابط الموقع بس، وهتشيره وهتختصره بس، مش تعمل اي حاجه. بوست جميل، اعمل بوست حلو، بوست يعني حمس الناس، اللي هو مثلا اللي هيتوقع مباراه كذا وكذا النهارده هيكسب بلايستيشن 4، فخش الرابط ده. اللي هيتوقع كذا كذا هيعمل كذا، خش على الرابط ده. فاهمني؟ الموضوع جميل جدا، موقع صادق على فكره عامه، يعني مش موقع نصاب ولا حاجه، لا موقع صادق 100%. هتشوفه دلوقتي مد جوائز الناس قبل كده، ويعني زي الفل، مفيش اي مشكله فيه. حضرتك عايز اصلا انك تكمل في الموقع ده وتشترك فيه او كده؟ انا اصلا مشترك فيه عامه، يعني الموقع حلو جدا والتوقعات فيه كويسه جدا. تمام، بتجمع شويه نقط كده، وفي الاخر بيشوف مين الرقم واحد في النقط، في انك تجمع النقط يعني وكده، وبس بيكسب يعني عامه. بغض النظر عن الموقع نفسه، هي دي استراتيجيه اختصار رابط يا جماعه، هي دي الاستراتيجيه اللي انتوا عايزينها، الاستراتيجيه اللي هتجيب معاك كويس قوي، لان الناس كلها، ما اكثر جروبات الكوره كتير جدا، والناس اللي بتتكلم في الكوره كتير جدا، فبالتالي مش هتحتاج منك المجهود اللي هو ما اعتقدش يعني، تفهمني؟ فالموضوع سهل شويه عن الاستراتيجيه اللي فاتت، او بدات تبقى اسهل وتوضح للناس اكتر. بصوا يا جدعان، الناس تقعد تقول بقى ان الاستراتيجيه دي سهله ومش عارف ايه، فبالتالي ما حدش هيقع فيها. لا، في ناس مش فاهمه، ناس مش عارفه الموضوع ده اصلا، مش عارفه يعني ايه اختصار رابط، مش عارفه يعني ايه اي حاجه. اذا كان انتوا نفسكم ناس حاليا بتتفرج عليا اصلا مش عارفه يعني ايه اختصار رابط، ولسه هيروح دلوقتي يكتشفوا الموضوع لما اروح على البي سي، انتوا فاهميني؟ في حاجات كتير قوي واقعه ومسقطه من ناس كتير، فبالتالي لا، هتعدي عليهم عادي، ما حدش هياخد باله. زي ان انت بتضحكش على حد، انت بتضحكش على حد، الموقع بيدي جوائز والموقع فعلا فيه توقعات، فانت ما تضحكش على حد. تمام، بس كده. تعالى بقى نروح نعمل استراتيجيه عامل على البي سي ونرجع نهدي الفيديو. طيب يا جماعه، هو ده موقع تكتيك 90 اللي بتتوقع فيه النتيجه واللي هنستخدمه النهارده في الاستراتيجيه، وهو ده موقع اختصار رابط المميز جدا اللي هنستخدمه النهارده في الاستراتيجيه. تسجيل موقع سهل جدا، كلنا عارفينه، هنخش على لوجن على طول. تمام، البي اوت ريتس برده في الموقع ده كويس جدا، هنشوفه دلوقتي، ولكن خلينا بس نكمل الاستراتيجيه مع بعض.
على طول في الموقع ده زي ما انت شايف كده هتعمل نيو شورتن لينك، تمام. هننفذ يعني الاستراتيجيه مع بعض، هناخد مثلا رابط زي ده او بلاش الرابط ده عشان اخترته قبل كده، ناخد مثلا رابط مستر بومتك، هنقول له شورتن. طب وليه ما تيجي نشوف الموقع ده الاول وناخد منه الرابط على طول؟ تمام. هتخش على تسجيل جديد هنا وتسجل، تسجل عادي جدا في الموقع زي اي حاجه، اسمك الاول، اسم العائله، رقم الهاتف، البلد، البريد الالكتروني، كلمه السر، اتاكد كلمه السر، اكتب الرمز اللي قدامك ده وقول له تسجيل بس. فانا هروح اقول له بقى ان انا ايه عايز ادخل، فدخول الاعضاء اقول له دخول. تمام، جميل جدا يا شباب. زي ما انتم شايفين يا جماعه هي دي الناس اللي كسبانه، هي دي الناس الاولى لحد دلوقتي في الموقع ده. تمام، الموقع على فكره يا جماعه زي ما قلنا ان هو صادق، تعتبر على عالم 638,000 وعلى المغرب 9000 وشويه تقريبا. ولو عايزين تعرفوا المسابقه وتعرفوا اكتر عن الحاجات، عشان لو عايزين تعملوا بوست بقى بالحاجات بالظبط، فهنا مكتوب لك عندك كل حاجه، عندك شروط واحكام، عندك الجوائز اهي زي ما انتم شايفين، ما تحكناش على حد. زي ما انت شايف بتكسب بلاي ستيشن 4 وتيشيرت فريقك المفضل، مركز تاني بلاي ستيشن 4، مركز تالت تيشيرتات مش عارف ايه وبس. تمام، عندك بقى حاجات برضو المسابقات، حاجات تانية، وعندك حاجات كتير زي ما انت شايف، في حاجات كتير يعني لبعض الفرق المعينة وبعض حاجات كده، يعني زي ما انت شايف حاجات كتير موجودة. الموقع مليان حاجات، ممكن تكتب بوست بأشكال مختلفة عن كذا مسابقة في الموقع ده، مش مسابقة واحدة. فالموقع بيديك أكتر من حاجة إنك تعمل عنها بوست محترم. وليكن مثلا هنكتب مثلا بوست أي حاجة مثلا، فنكتب هنا توقع. تمام، زي ما انتم شايفين هو ده البوست مثلا. يعني انت ممكن بقى تكتب حاجات تانية، تحط مثلا صورة في البوست، مثلا يكون صورة بلاي ستيشن 4، حاجة زيادة حماس للناس مش أكتر. تمام، فبالطريقة دي هتقوم بس واخد البوست، أو واخد بقى تروح على الدوريات، مثلا دوري أسباني، الدوري ده بتاع برشلونة وريال مدريد، الماتش هتروح مثلا عند الرئيسية هنا. تمام، هتلاقي المباريات قدامك تحت، ولكن زي ما قلنا طبعا المشكله ان احنا حاليا في الوقت التوقف المباريات، فما فيش اي مباريات حاليا. تمام، ولكن هتلاقي المباريات قدامك، هتاخد لينك الماتش، ولكن هو ده لينك الماتش، هتاخده كده وتحطه في الموقع ده بالشكل ده وتقول له شورتن. جميل جدا يا شباب، هيطلع لك لينك زي ده كده بالظبط، وهتحطه هنا. تمام يا جدعان، وهنعمل مشاركه عاديه جدا، ما فيش اي مشاكل خالص. وزي ما قلنا طبعا تحط، حاول تحط صوره مثلا بلاي ستيشن 4، وليكن اي صوره من صور مثلا بلاي ستيشن 4 ولا حاجه كجائزه، او واحد مثلا شايل بلاي ستيشن 4، اي حاجه. وعامه يا جماعه برضو قلنا الموقع صادق 100%، ما تقلقوش من اي حاجه، يعني انت يعني محدش هيدا عليك، ما بتضحكش على حد. تمام، هتقول له مشاركه زي ما انتم شايفين. تمام، البوست 12 عاد اهو، مفيش اي مشكله فيه، زي ما انتم شايفين البوست 12 عاد اهو، هتخش عليه هيدخلك على الموقع عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. تعالى بقى نخرج كده ونروح نشوف البي اوت ريت بتاع الموقع. ولكن عامه بصراحه حته الفيسبوك دي بتخليني افضل المواقع دي بصراحه. تمام، ولكن برضه اسعار الموقع كويسه جدا يا جماعه، زي ما انتم شايفين مصر 8 دولار والسعوديه 7 دولار، بقيه دول العالم 7 دولار. لا كويس جدا بصراحه، عندك مثلا بقيه دول العالم، عندك المغرب 6 دولار، عندك قطر 6 دولار، عندك الجزائر 6 دولار، وده كويس جدا يا شباب، انا شايف ان ده كويس جدا. عندك عمان 6 دولار، كويس الشباب الى حد كبير. ده غير طبعا عندك الدول الاجنبيه برضو الى حدود، يعني في حدود كويسه. وعندك الامارات هنا 7 دولار، ده كويس جدا. زي ترتيب موقع العالم هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين 835,000. الموقع بقى شغال بقاله فتره وبيدفع للناس على فكره يا جماعه، و يعني موقع ما فيش فيه اي مشاكل يعني عامه. فانت ما فيش مشكله عندك في الموقع ده، وما فيش مشكله عندك في موقع تكتيك 90. الاثنين تمام، الاثنين صادقين، الاثنين بيدفعوا، والاثنين ده بيرسل الجوائز وده بيدفع. تمام، وكل حاجه في تمام. تمام، يعني اكتر حاجه برضو الناس بتسال عليها هي وسائل الدفع، فخلينا برضو نبص على وسائل الدفع. وسائل الدفع في الموقع ده باي بال، فودافون كاش، ايجيبت بوست، واتصالات فلوس، اورنج ماني، باير، بايونير، وسترن يونيون. وعندك اقل مبلغ للسحب هو 1 دولار على فودافون كاش. تمام، وبس شباب اعتقد دي حلقه النهارده، كان شرحنا فيها الموقع وشرحنا فيها الاستراتيجيه البسيطه دي، ولكنها والله العظيم حلوه وشغاله 100% وبتجيب جدا. هسيب لك برده بعض الجروبات كده، هحاول الم لك شويه جروبات واحطها لك في الوصف ان شاء الله، تحملهم وتبدا تشتغل عليهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تحقق فلوس كويسه جدا من الاستراتيجيه دي. وبس كده يا جدعان، نرجو توصيل هذا الفيديو الى 500 لايك. عايزين نوصل الفيديو ده 500 لايك، عشان مش عارف، بس عامة يعني لو وصل 500 لايك انا هتبسط يعني. فوصل الفيديو ده 500 لايك، على فكرة اللايك بيوصل الفيديو لناس تانية، فبالتالي الموضوع بيبقى حلو جدا، الموضوع بيجيب اكتر مشاهدات، فبالتالي الاستراتيجية هتتعرف اكتر، ف مش هتكون صالحة للاستخدام. بس عامة اعمل لايك يعني كتشجيع وكده، وانت الحق استخدم الاستراتيجية قبل ما الناس تاكلها يعني عامة. وبس كده.
شكرا جدا ليك على المشاهده. برضه ما تنساش انك تعمل لايك، اعمل لايك عشان الفيديو ده يوصل 500 لايك، فبالتالي انزل لك استراتيجيه ثانيه احسن واجدد واحلى، فاعمل لايك بس، كل اللي عليك انك تعمل لايك. شير الفيديو، الشير حلو على فكره، الشير بيريح، الشير بيعمل حاجات، الشير حلو، الشير حلو عامه، فاعمل شير الفيديو ده، ممكن يوصل ناس ثانيه تكون محتاجه فعلا الشرح ده. خليك راجل خير كده، بتحب الخير، اعمل شير، خير الخير، اعمل شير حلو بس كده. شكرا جدا لك على المشاهده، ان شاء الله اشوفك في الفيديو.